النقطة الثانية، الآن كما ترون يلتحقون بالحراك الشعبي بالانتفاضة المباركة. آخر الملتحقين والذي كفر بنبيه، وهذا نتاع الأفلان بوشارب أو بوشوارب، كان قبل أسبوعين أو ثلاثة اعتبر أن الله أرسل إلى الجزائر بوتفليق، أرسله نبي رسول، مش حتى نبي، أعلى رتبة من النبي الرسول. هذا يكفر بنبيه الآن وينتقد ويقول أنه مع الحراك ومع الانتفاضة. قبل ثلاث أيام جاء من عند أويحيا، أقدر شخص مدني في الجزائر، واحد أكبر المجرمين، جاء من عنده دعم الانتفاضة الشعبية. أمس الناطق باسم الأرندي ذهب إلى حد شن هجوم على الجماعة اللي كانت تحكم كما سماه هو بطريقة غير شرعية وغير دستورية، صح النوم، ويقول باللي احنا كنا في فلوكة واحدة، في باخرة واحدة نتاع التحالف الرئاسي. انتم لم تكونوا تحالف، كنتوا تعالف نتاع علف ونتاع نهب ونتاع فساد ونتاع تخريب. وقال اننا يعني كنا نمشوا. اذا صدقت فيما تقول فانت اقل شيء عليك ينطبق عليك هو انكم كنتم بغال، كنتم بغال يجركم الآخرين، لكن في الواقع أنكم كنتم أسوأ من البغال، كنتم منافقين، لأنك قلت أنت بلسانك أنكم كنتم عارفين أن العهد الخامسة هذه خطأ وأنه ما لازمش نذهب إليها وأن ولكن تبعنا، لأنكم منافقين، لأنكم طماعين، لأنكم كنتم تريدون السلطة والنهب والنفوذ وما ينبني عنه من ملذات وشهوات. كل دنياكم هي الشهوات، كل حياتكم هي الشهوات. خربتم وطن عظيم، وطن كبير دمرتوه، لكنه يحيى الآن وينتج ويكبر بإذن الله. كيف نتعامل معهم؟ ألا تلاحظون إخواني أن هذا جاء مع نحن كم اليوم؟ 20 مارس، 19 مارس، هل يذكركم 19 مارس بشيء؟ نعم، إنه يذكرنا ب 19 مارس 1962 والتحاق كثير من كبرنة فرنسا الإداريين والعسكريين. نحن مرات نتكلموا على العسكريين، رغم كانوا كبرنة فرنسا الإداريين، مع احترامي لإخوانا العرفاء والكبرنة الجزائريين اللي دائما نحييهم بالمناسبة. التحقوا في هذا الوقت، صف ضباط اللي كانوا عند فرنسا التحقوا في هذا الوقت، أغلبية كثيرة طبعا قبل، كان اللي كانوا التحقوا قبل بعد ما وصل ديغول للحكم، الماكر ديغول، وقال لهم بيير ميسمر في مقولة مشهورة عنه. بيير ميسمر هذا كان وزير الدفاع الفرنسي يومها، أو وزير الحرب والقتل بعبارة دق، قال لهم إننا الدولة الجزائرية ستولد والاستقلال على الأبواب، من أراد منكم أن يبقى معنا، جمع هذا وجمع الضباط صف الضباط اللي كانوا جزائريين، من أراد منكم أن يبقى معنا فليبقى، ومن أراد أن يلتحق بالدولة الجزائرية الجديدة فنحن نرحب بذلك ونساعده من أجل ذلك، وهذا ما نفضله. وهكذا التحق عدد كبير جدا على رأسهم خالد نزار. وتعرفوا خالد نزار ودوره التخريبي الهائل، خاصة ابتداء 92 حين قاد انقلاب ضد الشعب الجزائري وأدخل البلاد في دمار هائل. إذن كيف نتعامل معهم؟ نحن، وأنا كنت من البداية قلت لما كانوا الناس يسألوني، قلت لهم خلوهم يتفككون، من يأتي إلينا، من يخرج من عند العصابة ويأتي إلينا مرحبا به، مرحبا به باعتباره خروجه من عند العصابة وليس مرحبا به باعتباره جزء من الانتفاضة. لا، كل هؤلاء بطبيعة الحال ما عندهم وين يروحوا، الناس تعرفهم، واللي ما يعرفهمش يروح عند الشيخ جوجل يسألوه ويعطيه التفاصيل.
قبل أسابيع كانوا يقدسون بوتفليقة، كانوا يقدسون بحمده، كانوا قريب يقولوا هذا هو الله، هذا هو الرب. وقال أحدهم كما ذكرت أنه نبي، أنه رسول أرسله الله إلينا. الآن هم يلعنوا فيه، ودرك تشوفوا الأيام وسره جاي اللعن. اللعن اللي راح نسمعوه من عند هؤلاء يفوق كل لعن. سيلعنون بعضهم بعضا، ويكشفون بعضهم بعضا، ويفضحون بعضهم بعضا، ولا تتصورون. وتشوفوا التوبات، قالوا لي حتى هذيك اللي كانت تقول انا عمنا شيات الى اخره، واحده منهم هكذا كانت مالئه الضجيج، بدات تكفر بربها اللي كانت تقدسه اللي هو بوتفليقه. نتعامل معهم، خرجوا من النظام، خرجوا من العصابه، خرجوا من البوفوار كما يسموه، وان كان ماهوش بوفوار حقيقه، سي ني با ان بوفوار، سي تين بيغر الذي يحكم الجزائر، ماهوش ان بوفوار على قول فرانسيس، ستين بيغر حقيقة عصابة شيطانية. كل هؤلاء خلوهم يفكوا، الآن راه يتفكك. طبعا ما زال لم يسقط النظام، باش يكون الأمور واضح، ما زال لم تسقط العصابة. علينا أن نحذر جيدا باش ما يخفوناش، لأن التحاق هؤلاء وكانوا يظهر بأنهم خلاص انهزموا. لا، لم ينهزموا بعد، هم ينهزمون. كاين عبارة بالإنجليزية they are losing، يعني في استمرار، هناك انهزام الآن، يعني مرحلة الانهزام والسقوط، لكنهم ما زال ما انهزموش، ينهزمون بعد ما يتم الإطاحة بهذه العصابة كلها، وتبقى القضية وتسلم للشعب الجزائري، يسلم أمره وهو تقرير مصيره بيده. وهذه راح تأخذ أسابيع ربما أشهر، لكن قد تسمعون غدا إعلان من أن بوتفليقة لن يذهب بعد 28 أبريل. نحن في الحقيقة الشعار اللي نرفعوه يا بوتفليقة ما تزيدش دقيقة، لا ننتظر حتى 28 أبريل. 28 أبريل يريدون يربحوا الوقت، لأنهم عارفين بعد 28 أبريل أولا يدخلوا في أزمة دستورية، لأنهم عبثوا بالدستور. لكن الشيء اللي حابينهم يكسروه هو أنه رمضان سيكون على الأبواب. رمضان هذا العام سيكون على الأبواب، لست أتذكر إذا كان راح يكون، ممكن يكون في 10 ماي، صلحوني إذا كنت غلط. معناها رايحين يتلاعبوا على أساس أنهم خلينا ندفعوهم في اتجاه رمضان، وبعد رمضان يجي الصيف وهكذا تخف ويقعدوا هما يتلعبوا. لأن ما هو الهدف؟ ما هو الهدف نتاع الجماعة هذه؟ الهدف نتاعهم، الهدف الأسمى، أن يبقوا وكلاء عند القوى الاستعمارية. ولكي يبقوا عند القوى الاستعمارية وكلاء ودولة وظيفية ونظام وظيفي وعصابة وظيفية، الفو ريجينيري لو سيستيم، الفو ريجينيري لو بوفوار، لو ريسيكلي، نجيبوا نظام جديد، نفس التصرفات، نفس السياسات، نفس الاساليب، لكن نبدلوا الاشكال، نبدلوا الالوان، نبدلوا الاشخاص. كما هذاك التاجر اللي تفشل له السلعة ويروح يعاود يبدل لا فيترين ويبدل الموضوعات. احذروا هذا، احذروا اخواني هذا، لن نقبل منهم الا الرحيل، والرحيل معناها الرحيل، وترحلوا معناها ترحلوا، هذا لا نقاش فيه. هذه هي الشعارات اللي نرفعوها رفعت وزالت ترفع في هذه اللحظات، تحدث فيكم الان في مظاهرات وترفع في هذه الشعارات. عار عليكم الاستقواء بالخارج، عار عليكم الاستقواء بالقوى الاستعمارية، عار عليكم هذا الأفعال والتدخل الخارجي اللي راكم تطلبوا فيه، والطغاة دائما يأتون بالغزاة. إخواني، هذا مهم أننا نسحب ونفكك هذا النظام، ولكن لا نسمح له بأن يعود وينتج نفسه من جديد سور السيكل سور الجنير أبدا. هذا هو مهمتهم، والمهمة الفرنسوية والأمريكية والصينية والروسية والخليجية الآن هي إعادة بناء هذا النظام الذي يسقط أمامهم ويتفكك أمامهم، وهم مخلوعين ومرعوبين، ولم يكونوا يتوقعوا هذا، ولم يكن أحد يتوقع هذا. شيء آخر أختم به، أو شيئين، سمعت أن بعض الناس قالوا أن تكون في مظاهرات على عند المرادية وعند إخواني. لا تذهبوا إلى مراكز الحكم ما دام العصابة لم تقم بالقمع، فنحن لا نواجهها أو نهاجمها في مقرات الحكم حتى لا نعطيهم فرصة.
لنعطوهم فرصة باش يطلقوا الرصاص ولا يطلقوا قنابل ولا. لا تذهبوا إلى مقرات الحكم، لا المرادية ولا وزارة الدفاع ولا مقر المخابرات أبدا. مدام مازال هما ما بدوش بالشر وما بدوش بالقمع، حتى وراهم يحاولوا التدمير من الداخل، يحاولوا زرع الفيروسات، يحاولوا بعثين حتى هذا جنرال المخابرات الجديد تاع الشؤون الخارجية هذا بن داود، واحد من أفسد الجنرالات، بعثينه كاش ما يقدر يكسر في الخارج. لن تستطيع أن تفعل شيء لا في الداخل ولا في الخارج. إذن إخواني ما تواجهوهمش في مقرات الحكم، ولا تسمعوا لأي واحد يقول لكم نروحوا لمقرات الحكم نهجموا فيها. إذا كان عن حسن نية فهو لا يفهم كيف يكون الصراع، وإذا كان عن سوء نية فطبعا من باب أولى. النقطة الأخرى، لا نقبل أي حوار معهم، أي حديث معهم، أي واحد يشارك في حكومتهم يشارك في حواراتهم فهو أقل شيء أقل شيء غبي إذا لم يكن خائن، لن نقبلها أبدا. وشعارنا أيضا من اليوم غدوة وبعد غدوة، الأخضر الإبراهيمي يا خائن عد من حيث أتيت، رمطلع مامرة يا خائن عد من حيث أتيت، الأخضر الإبراهيمي واللي منين جيت روح لباريس، رمطلع مامرة روح لباريس، هناك تقيمون وهناك تعيشون وهناك تقدسون كل شيء. وليتكم كنتم تعيشون مع الجزائريين اللي يعيشوا هناك، إنما تعيشون في عالم آخر من عوالم الزهو واللهو والفساد بلا حدود. إذن نتحاور معهم، نتحاور معهم الشعب ومن يمثل الشعب حينما يعلنون رسميا أن هذا النظام قد انتهى، أن هذه العصابة قد سقطت، وأن الآن بعض الجنرالات يريدون أن يلتقوا بعض الناس ليسلموهم الحكم حتى لا تحدث فوضى في البلاد في هذه مرحلة السقوط والصعود الشعب ومن يمثله. هذه هي الحالة الوحيدة اللي نريد أن نتحدث إليهم. ما عدا هذا مشاريعهم، حكومتهم، نظامهم الجديد، جمهوريتهم الجديدة، كلها تحت أقدامنا، كلها تحت أقدامنا، لا تساوي شيء. وإن هي إلا بضعة أيام إن شاء الله، وسترون لنا على العمامرة والأخضر الإبراهيمي قد هجوا وهربوا وراحوا مثل مع الهاربين. الآن كنت تشوفهم يبيعوا في أملاكهم، كلامي قلت لكم قبل بضعة أيام، أكدت أمس وكالة أنباء بما فيها دوتشيفيلا ووكالة أنباء عالمية، قالت أن كبار الناس في السلطة وفي الاقتصاد وفي الرجال نهب المال راهم يصفون في أملاكهم. ولذلك مرة أخرى إخواني لا تشتروا من عندهم شيء، لا تشتروا الفيلا اللي يحيى حبي يبيعها بخمسين مليار، راكم من بعد تلقوها بخمسة مليار ولا بثلاثة مليار ولا بأقل. وكذلك الشقق والأراضي والشركات وكل شيء سيتهاوى كما تهاوى اللي قبلهم الكولون قبل 57 سنة بالضبط. في مثل هذه الأيام قبل 57 سنة كان الكولون يفرون ويهربون، وكان الشعب الجزائري يستولي على تلك الأملاك حتى بدون مقابل. طبعا نحن لا نطلب من الناس أن يستولوا على أملاك أي شيء، لأن هذا ملك الشعب الجزائري ككل، وستقسم كل ثروات الشعب الجزائري بالعدل وبالحق وبالصدق، وللفقراء هم الأولى، واللي ما عندهمش هم الأولى، والناس المسحوقة هي الأولى، والناس المعاقين هم الأولى، والناس اليتامى هم الأولى، حتى يعود المجتمع ليعيش من جديد في تكافؤ وتكاتف، وليس طبقتين، طبقة اللصوص الكبار الذين نهبوا البلاد وطبقة الشعب العامة التي تعاني، حتى اللي عنده مدخول معقول يعاني في كل شيء. كيف نتعامل مع القوى الخارجية التي تتدخل في شؤوننا علنا؟ والنقطة الثانية، كيف نتعامل مع الهاربين أو اللي راهم ينزلوا من باخرة السلطة التي تغرق؟ وآخرهم هذا تعليف العلم وغيره. وهناك أيضا نقاط أخرى صغيرة سأعلق عليها سريعا، خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات